وهذه امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، امرأة متزوجة ولديها أطفال، وكلما طلبت من زوجها أن يخرج بها للنزهة أو للسفر أو حتى للبر يرفض ويمانع بدون سبب، هل تصرفه هذا على الدوام جائز شرعا؟ وأرجو منكم أن توجهوا نصيحة في حسن المعاشرة والتذكير بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لمعاشرته لأزواجه. نعم، الزوج عاشرهن بالمعروف، عاشرهن بالمعروف، فمن ذلك أنه يخرج بهم للبر ويدعهم تنشرح صدورهم مثل غيرهم من الناس، ولا يحصرهم في البيت دائما وأبدا، هذا من حقهم عليه. نعم، يقول فضيلة الشيخ، لكن مع الستر ومع البعد عن الفتنة، أما أنه يذهبهم للتجمعات والاستراحات والنزهات المختلطة لا يجوز هذا، لكن يذهب للبر ولا يعرضهم للفتنة لا بأس بذلك. نعم.